خسر الأهلي النهائي الأفريقي، خسارة قد تكون عادية لأي فريق لأي نادي، ولكن لأنه الأهلي كثرت الإشاعات والتوقعات وربما الحقائق. موسيماني أكيد كان محور الأحاديث والآراء والتوقعات في آخر 24 ساعة، في اللي شايف أنه ناجح ببطولاته وإنجازاته مع النادي، وفيه اللي شايف أنه وقته مع الفريق خلص. الغريب أن موسيماني دايماً لغز، مباريات يأديها بشكل أسطوري ومباريات يأديها كأقل مدرب. حيرة عند الجماهير وأكيد حيرة أكبر عند إدارة الأهلي، بس اللي ما ينفعش حد يختلف عليه أن موسيماني أكيد راجل ناجح، بس هل النجاح فقط يكفي للبقاء أم التطور والاجتهاد دايماً هما الفيصل؟